متتبعي قناه الفاس بريس، حنا الان تتوجدوا في داخل مقر ولايه جهه الدار البيضاء، حيث غادي ينعقد اليوم الاربعاء 22 فبراير 2023 الجلسه الثالثه لدوره فبراير لهذا المجلس هذا. من بين نقاط المعارضه داخل جدول اعمال دوره مجلس مدينه الدار البيضاء لشهر فبراير هي القضيه المتعلقه بتعديل القرار الجبائي. هذه النقطه هذه اثارت موجه من الجدل في صفوف العديد من المنتخبين، البعض تيقول بان الوقت غير مناسب لطرح اصلا هذه النقاط هذه، البعض الثاني تيقول خاصنا واحد الوقت وخاصنا واحد يعني المهله من الوقت من اجل التداول في هذه النقطه هذه، لانه لا يمكن ان نزيد واحد زياده اضافيه على الناس اللي باغين رخصه الاصلاح او حتى رخصه الهدم. اجي نشوفوا اش قالوا المنتخبين حول هذه القضيه هذه. سي عبد الجليل، من بين النقاط اللي اثارت موجه من يعني الجدل داخل دوره مجلس المدينه هي القضيه تتعلق بالقرار الجبائي. البعض تيقول بان القرار الجبائي جاء يعني رضا جهات وجاء على حساب جهات اخرى، اشنو رايك انت في هذه القضيه؟ في الحقيقه كانت ناقش الباقي استخلاصه من الجامعه الدار البيضاء احسن من نديروا القرار الجبائي الجديد، لان كاينين ملايين ديال الدراهم اللي باقا بذمه بعض الملزمين وخاصهم يؤديوها لجماعه الدار البيضاء وتعد بالملايين. بالنسبه للقرار الجبائي الجديد في الحقيقه فيه واحد الحيف واحد الظلم واحد الجهه لواحد الناس وسطاء احياء هشه وفقيره، مثلا الحي محمدي او درب سلطان او الفيدا، كتلقى الانسان باغي يصلحها جليج في دارو كيطلبوا لي واحد 500 درهم، ك 500 درهم ماشي يصلح. في الحال دابا ان نعطيك مثال تغيير هذا القرار الجبائي وصل 1000 درهم، كتلقى واحد مثلا ما عنده باش يصوب غير جليج بواحد 300 درهم او 500 درهم ويخلص 1000 درهم، وهذه مش حقه واحد الظلم واحد الحيف بعض واحد الساكنه. خصنا نروحوا واحد العداله مجاليه في مثلا ماشي دار في الحي محمدي او درب السلطان او فيدا، ماشي هي دار مثلا في انفا او في المعارف تخلص حاله بحال، خصنا نراعيوا لهذا المجال هذه المساله هذه ونعطيو الحق ديالها ونعاونوا المواطن، لان هنا الدور ديالنا ماشي هو الاستخلاص 100% ولكن نعاونوا المواطن ونستخلصوا الجديد وكذلك نستخلصوا ما هو القديم اللي كيتسال جماعه اللي كتسالوا جماعه الدار البيضاء. هو ماشي رخصه ديال الاصلاح سيدي حميد، وهي رخصه ديال الهدم باش نصحوا هذه المفاهيم هذه اللي مع الاسف حنا تنقولوا انه خص يكون تنطيق ونصنفوا الاحياء. ما يمكنش وحده فيلا فيها النكتار يخلص 1000 درهم، واحد عنده دويره فيها 60 متر يخلص 1000 درهم، خص يكون واحد تصنيف ديال الاحياء، تصنيف ديال المساحات، تصنيف هذا، ونشوفوا حتى الميتراج كاع نقولوا حنا المتر كاري شحال يمكن نحسبوا لهذا الموضوع. فيما يخص القرار الجبائي حنا عندنا موقف منه، تعديل القرار الجبائي انه ما جاتش ماشي في الوقت ديالو هي هذه، لانه ربما انه تقليص من مجموعه ديال الرسوم غادي يكون عندها انعكاس على التوازن ديال الميزانيه. حنت الميزانيه في التهيئه ديالها كنا اعتمدنا على المداخل هذه، وبالتالي قلصنا النمو اللي غادي مبالغ مهمه غادي تكون عندها انعكاسات سلبيه على التحصيل ديال المداخل ديال الجماعه، وبالتالي حنا تنطلبوا التاجيل ديالها. اما ان غادي تكون شركه اللي غادي تتكلف بالاستخلاص وهي كازا مواليد، واللي يمكن هي مطالبه كذلك حتى هي باش يمكن لها دير واحد الجر ديال الممتلكات، دير جر ديال الرسوم، وشنو الرسوم اللي يمكن تستخلص وشنو ذاك، وفي وفوق توسيع القاعده ديال الرسوم وديال الضرائب المفروضه على مجموعه ديال المهن. هناك ما تيقول كان يكون انكباب على الممتلكات تاع الدار البيضاء وعلى الباقي استخلاصه عوض فتح هذا الملف تاع تعديل القرار الجبائي. حنا اقترحنا تنظيم يوم دراسي للتداول في القرار الجبائي بالشموليه ديالو. يمكننا نحذفوا بعض الرسوم، لان ربما رسوم كاينه في الوراق وغير قابله للاستخلاص نحذفوها، واللي يمكن اضافه رسوم اخرى. عندنا اقتراحات في مجموعه ديال المهن اللي ما تاديوش، وهذا غادي باش نوصلوا لواحد القرار الجبائي قابل للتنفيذ وقابل لاستخلاص الموارد. اولا كتعرفوا ان جدول الاعمال فيه مجموعه من النقاط كثيره، ومن اهمها هو النقطه ديال تعديل القرار الجبائي. اللي كيميز هذا القرار الجبائي واللي حنا
للاسف كنتاسفوا عليه هو ان الوقت ديالو ماشي مناسب. او علاش ماشي مناسب؟ لانه ما خضعش للمشاورات ما بين الفرقاء السياسيين كلهم اللي كيمثلوا لنا المواطنين داخل المجلس. جوج، لانه جاب واحد المقاربه اللي هي كتغني الغني وكتفقر الفقير. يعني لاحظنا القرار الجبائي، المؤسسات الكبرى ديال الاشهار وديال الابناك والمنعشين العقاريين كلهم مشاو معهم منطقه التخفيض، وللاسف الناس البسطاء كبائع الورد وبائع الجرائد كلهم ضوبنا لهم السومه الكرائيه، وهذا كيخلق تناقض ما بين الفلسفه اللي كيتكلموا عليها بان راه هاد الناس الاولين ما خلصوش، داك الشيء تفاوضنا معاهم باش ينقصوا. حتى هاد الناس راه كان عندهم مشكل ديال الخلاص، كان ممكن تفاوضوا معاهم باش يخلصوا. والحال ان هاد القرار الجبائي خصو يكون عنده بعد اجتماعي، مزيان ندخلوا فلوس، مزيان للاسف الفلوس كبار تنازلنا عليها، والناس اللي باغيين يأديو وباغيين يحلوا لهم مشاكلهم كرخصة الإصلاح. كتعرفوا أن الآن رخصة الإصلاح في الدار البيضاء واحد مسكين ترسات ليه غير جليجة، غادي يخلص على 200 درهم باش يصاوبها، خصو يخلص رخصة ديال 500 درهم. وهاد الناس كان بالأحلى هاد المواطنين ما بقاوش كيمشيو عند باش ياخذوا الرخصة، كيمشيو جهات أخرى وكيعطيو 100 درهم. كان المفروض نخفضوا لهم هذه النسبه وبها ندخلوا موارد. المهم القرار الجبائي ما قرار ما كيعتمد لا مقاربه اجتماعيه، ما كيعتمد لا تحصيل المداخل ديالنا، فيه ترضيات ديال جهات نافذه في الدار البيضاء. بالنسبه للقرار الجبائي هو نقطه من النقاط اللي كاينه في جدول الاعمال، والقرار الجبائي اليوم كيتضمن واحد المجموعه ديال التعديلات، هي كتعرف واحد الزياده في بعض الرسوم، خاصه الرسم المتعلق برخص الاصلاح ورسوم اخرى، في حين انه كاين واحد المجموعه ديال الرسوم اللي كانت حتى هي غادا تكون كتعرف واحد الزياده، واللي كان حزب استقلال كان عنده فيها موقف داخل المكتب، واللي جميع الفرقاء السياسيه اللي كتدبر الشأن المحلي اتفقت على أنه هذه النقطة تؤجل للتدارس ولتعميق النقاش فيها، وخاصة أننا كنعرفوا اليوم واحد الموجة ديال غلاء الأسعار، وهذا بالإضافة أنه غتكون زيادة في بعض الرسوم اللي هي عندها علاقة مباشرة مع عدد كبير من المواطنين، ارتئينا أننا نأجلوا نطريتوا في النقاش فيها، لأنه ما يمكنش تعامل في تدبير مدينة الدار البيضاء وانت ما كتفكرش في أنك تنمي الموارد ديالها. كتبقى واحد المسألة متعلقة كذلك بهذيك النفايات الهامدة، واللي هي كانت مخصصة لها واحد المبلغ في القرار الجبائي السابق، واللي ما عمر ما تفعلت من سنة 2018، واللي ما كنا كنستخلصوا منها والو. اليوم دار واحد الاجتهاد على أساس أنه تدمج هذا الشيء في رخصة الإصلاح، على أن الإنسان اللي غادي يقوم بعملية ديال الهدم ديال البناية ديالو في إطار تسليم ديالو الرخصة، ما يمكن نسلموها ليه إلا إذا ما هز هذيك النفايات الهامدة. دارت في واحد المطرح اللي تخصص اليوم واحد المطرح بعماله النواصر، على اساس اننا نوجدوا مطرح اخر واللي غادي يكون عندها مردوديه بالنسبه لهذا الموضوع هذا. فعلى كل نحن اليوم باش يكون عندنا واحد رؤيه وتصور لتدبير مدينه الدار البيضاء، كيخصنا نشوفوا باننا ننميو الموارد ديالنا. هاد التنميه ديال الموارد راه كلمه كبيره، ولكن التعامل بها مع القضايا اللي كتهم هاد التنميه هذه غادي تجي في المستقبل. وكيف كان عندنا لقاء البارح مع السيده العمده كفريق استقلالي باش ننميو النقاش ديالنا ونكونوا قوة اقتراحية من خلال أعضاء المكتب، وكذلك من خلال الكفاءات والتجارب اللي كاين عندنا في الفريق، ونتمنى إن شاء الله أننا نوصلوا النتيجة باش تكون مدينة الدار البيضاء في المستوى اللي كان نطمحوا ليه.